اتجوز 9 مرات وأول جوازة كان عنده فيها 19 سنة. بيحب الفن من صغره وعدى بصعوبات كتير علشان يبني اسمه في الوسط الفني. حكايات جديدة عن الفنانة الكبيرة سناء شافع في ذكرى رحيله. سناء شافع فنان كبير ومعروف، عدى بصعوبات كتيرة علشان يوصل لمكانته الكبيرة ووسط نجوم الفن. ومن أهم الصعوبات اللي واجهته أن والده كان من علماء الأزهر الشريف وكان رافض مبدأ دخوله التمثيل، وده اللي وضحه الفنان خلال لقاء تلفزيوني. ومش بس كده، والده أول ما عرف أنه راح لفرقة الهواة في شارع عماد الدين زعل جدا منه، وقرر وقتها أنه هو يعاقبه ويطرده من البيت، وبقى بيبات على سلالم البيت، وطلب من والدته أن هي ما تفتحلوش الباب مهما حصل. سناء شافع من محافظة أسيوط، مواليد 25 يناير سنة 1943. انتقل للقاهرة مع والده وتربى تربية دينية بين حي الجمالية والحسين، علشان والده كان متشدد دينيا، وبعدها نقل لحدائق القبة وتعلق بالفن لدرجة كبيرة جدا من صغره. بقى فنان كبير وكمان اتولى منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ سناء شافع مسيرته الفنية من فرق المسرح، وبقى من أهم رواد المسرح سواء عمله كممثل أو كمخرج مسرحي. ومن أعماله اللي أخرجها بنفسه كانت مسرحية دون كيشوت، واتجه للعمل بالسينما والتلفزيون. شارك الفنان في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وكان من أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حتى لا يطير الدخان، وكمان فيلم فوزية البرجوازية. أما أعماله التلفزيونية فشارك في مسلسلات زي الزيني بركات وحضرة المتهم أبي، واشتهر بفيلسوف الفن، وده لأنه كان متمكن من اللغة العربية بشكل كبير. كمان شارك في أكتر من فيلم تاريخي وأدى الأدوار بشكل مبهر. في الحقيقة إن الفنان سناء شافع اتجوز 9 مرات، وأول جوازة ليه كان طالب في المعهد العالي للسينما وكان عنده 19 سنة، وكانت الجوازة دي من وراء أهله. بس كانت بعد قصة حب كبيرة من بنت اسمها ليلى، طالبة من مدرسة ليسيه، بنت تاجر مجوهرات كبير، وانفصل بعدها عنها. وللأسف بعد انفصاله قرر إن هو يسيب القاهرة ويتجه لألمانيا، وقعد هناك 9 سنين، واتجوز وقتها من دكتورة اسمها كريستا، وهي بنت دكتور ألماني كبير. لكن بالرغم من تحذير والده من جواز الأجانب، إلا إنه اتجوز وخلف منها ولد سماه عبد الله النديم، وانفصل عنها بعد رجوعه مصر. المفاجأة بقى إن الفنان سناء شافع اعترف إنه جمع ما بين 3 جوازات ليه في وقت واحد، وده كان كلامه خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن. اعترف سناء إن كان منهم واحدة في مصر والاتنين التانيين كانوا برا مصر. تخيل إن من ضمن جوازاته كانت الفنانة ندى بسيوني، بس العلاقة ما استمرتش كتير وانفصل عنها وخلف منها بنت اسمها مايا. ورغم انفصالهم إلا أنهم فضلوا على تواصل، ومش بس كده، دول كمان مثلوا مع بعض في مسلسل أريد رجلاً، واللي كان طالع بدور أخوها. رحل الفنان سناء شافع عن عالمنا سنة 2020، وقدم في نفس السنة 3 مسلسلات، ليالينا 80 وخط ساخن والأمر آخر الدنيا، وتوفي وعمره كان 77 سنة.